حصول ليفربول على كأس الاتحاد الإنجليزي في ظل وجود نجمنا الكبير محمد صلاح طبعا، ويمكن ألف سلام عليه النهاردة اتصاب وخرج من اللقاء، لكن صلاح مع فريق ليفربول بيحقق نتائج، بيحقق أرقام، بيحقق ألقاب، بيحقق ألقاب لنفسه كمان مختلفة، وبالتالي طبعا شيء جميل جدا. النهاردة ليفربول بيفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بضربات الترجيح 6-5 بعد أن تعادل الفريقين 0-0. الجميل بقى، الجميل والحلو واللي يمكن وجود صلاح في هذا النادي ليفربول، النادي الكبير والعريق في فريق انجلترا، وبالتالي طبعا وجوده، وعايز اقول كمان يعني الراجل المسيطر يعني في انجلترا ومسيطر على النادي، ودي على فكره اللي امامكم على الشاشه دي فرحه اللاعبين وفرحه لاعبي ليفربول في اوضه اللبس، وبالتالي طبعا فرحه بتبقى مهمه وكبيره جدا للاعبين بعد الحصول على بطوله في اي فريق في العالم، بتبقى فرحه جميله جدا. طيب وبعد كده الحاجه الجميله والاجمل زي ما انتم شايفين بقى وجود نجمنا الجميل والكبير ونجم مصر ونجم النادي الاهلي والزمالك وانديه كتير ام بي، ويعني نجم كل المصريين بيحبوه بيدعوا له بالشفاء، مؤمن زكريا. شيء جميل انه يبقى متواجد داخل غرفه لبس ليفربول بيحتفل مع لعيبه ليفربول بيحصلهم على هذا الكاس، واكيد صلاح واضح جدا فرحته والدعم المعنوي اللي بيديه لاخوه وحبيبه وصديقه وزميله في الملاعب ويعني المصري مؤمن زكريا، وبالتالي دور مهم جدا، دور مهم جدا بيعمله صلاح، وهو يعني جبر الخواطر في وجود نجم كبير زي مؤمن زكريا، محتاج الدعم المعنوي، دعم معنوي بشكل كبير جدا في المرحلة القادمة وحالته النفسية في يعني إن شاء الله للرجوع مرة أخرى لصحته بأمر الله. كلنا بندعي لمؤمن زكريا، لكن كل واحد ليه دور بيعمله بشكل مختلف مع مؤمن زكريا. صلاح النهاردة بيعمل دور كبير جدا بوجود مؤمن في غرفة لبس ليفربول وفرحتهم الكبيرة بكأس الاتحاد، حاجة جميلة بشكل جميل، أكيد هتأثر بشكل كبير جدا لمؤمن زكريا. وعشان أقول لكم بس يعني كلنا نتمنى إن احنا نبقى موجودين في مكان مؤمن، وبالتالي دخول مؤمن أو دخول أي لاعب موجود خارج ليفربول داخل أوضة اللبس كده والاحتفال، يعني اللاعبين بيحتفلوا بمؤمن يعني كمان أكتر من الكاس يعني، وبالتالي طبعا حاجة جميلة، وأكيد مؤمن عارف قيمة وجوده في المكان ده في الغرفة دي بالشكل اللي هو شايفه. طبعا هو كان بيحتفل مع النادي الاهلي، اكيد مؤمن بالحصول على البطولات مع النادي الاهلي، لكن برضه احنا بنتكلم في ليفل تاني، ليفل الدوري الانجليزي والكره الانجليزيه بحصول ليفربول. زي ما بقول لكم نادي ليفربول من الانديه العريقه جدا 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 في الكره الانجليزيه، والنهارده اكيد احتفال مهم وانه يكون متواجد مع اللاعبين النجوم الكبار ونجمنا الكبير محمد صلاح، ده شيء جميل وشيء يعني اكيد هيدعم مؤمن في المرحله القادمه في العوده الى صحته بامر الله، وده اللي احنا بندعيله بامر الله ونتمناه ان شاء الله في المرحله المقبله. ترجع لنا بالسلامه مؤمن، واكيد طبعا يعني كله كان نفسه يبقى مكان مؤمن في اللقطه دي، لكن مؤمن اخذ اللقطه وموجود، انا بشوف ان مؤمن اخذ لقطه الكاس من اللعيبه كلها النجوم، وبالتالي دي حاجه جميله جدا ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه كده ويبقى صحته جميله بامر الله ويرجع مؤمن اللي احنا عارفينه.